شركة دانون نزلت منتجين جداد في السوق للي هم الناس بتوع الجيم والكلام ده، منتج بطعم الفانيليا ومنتج بطعم الفراولة، الطاقة 187.2 والبروتين 20.4 والسكر المضاف مفيش أي سكر مضاف خالص زيرو، والدهون اللي هو الفاتس 3.9 وبروتين لا يقل عن 5.6% في كل ده. كل حاجة مكتوبة هنا كده، وهو يعني ايه بماركتنج لنفسه ان هو للناس بتوع الجيم والكلام ده يعني، وبرده نفس الكلام برده في اللي هو بتاع الفراولة. فانا قلت اجيبهم واجربهم ونشوف رأينا فيهم ايه وطعمهم هيبقى عامل ازاي. فانا جرب اول حاجة مثلا باللي هو بالفانيليا، بيقول ان احنا لازم نرج الاول، فتعالوا نرجه. تمام، نفتح كده ونشوف بقى. في السلفانة دي ريحته زبادي فانيليا، بس الفانيليا يعني اقوى شوية من الزبادي، يعني ريحة الفانيليا هبة قوي قوي وريحة الزبادي حبة صغيرين يعني. تعالوا ندوق. بسم الله، طعمه زبادي كده شويه بس بطعم الفانيليا، بس من غير سكر خالص، مفيش طعم شوفان، مفيش طعم الحاجات دي كلها، هو طعمه اكن بالظبط جبت زبادي وحطيته مثلا في الخلاط مع شويه فانيليا، فطلع لك زبادي كده سايل بتشربه مش بتاكله، فهم حطوه هنا بس كده وخلاص، ولكن طعمه حلو يعني مش وحش يعني. تعالوا نسيبنا منه وندخل على اللي بفراوله. نفس كل حاجه برده، ولازم برده نرجه قبل ما نشرب. نفتح برده السلوفانه من جوه، ريحه فراوله برده قويه جدا جدا. تعالوا ندوق. بسم الله. استنوا استنوا، طعمه برضو زبادي فراولة، ولكن طعمه حلو شوية بس مر في الآخر، مش عارف ازاي يعني. هو طعمه في البداية حلو جدا جدا وتمام، وطعم الفراولة باينة فيه والزبادي وكده، في الآخر خالص كده بيدي كده ايه على مرارة سيكا. طيب لو خيروني ما بين الفراولة والفانيليا اختار بصراحة الفراولة، عشان فراولة طعمه جامد جدا جدا، بس انا مش عارف ايه المرارة اللي بتيجي في الآخر دي، بس هي على فكرة حلوة مش وحشة. فعلا وانت بتروح الجيم بقى والكلام ده، قول لنا رأيك في الحاجات دي، لو انت فعلا بتستعملها وهل فعلا مفيدة ولا لا. واه صح، الواحد من دول عامل 20 جنيه، ده ب 20 جنيه وده ب 20 جنيه. فالناس الجيماوية بقى وكده بقى يكتبوا لي تحت في كومنت هل فعلا مفيد ليهم ولا لا، ولو عايزنا نجرب اي منتج تاني عن الجيم والكلام ده اكتب لي تحت في الكومنت ونجيبه ونجربه سوا، وشير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 فولو بقى. والانستجرام بتاعي ما تنساهوش عشان بنقدم هناك عظمه جدا جدا. وكالعاده دوس كوتش، سلام عليكم.